ايه خالتي؟ عم تناديلي؟ ايه بدي احكي معك بموضوع ضروري. عادي هون. بعرف انك مو معتبرة حالك كنت عيلتنا ولا حتى مرت ابني، بس انت قدام العالم يلي منعرفها بتكوني كنت هذا البيت ومرته لابني. وتذكري منيح انه زاهين بيكون ابني، وانا ما بقدر اني شوف حياة ابني عم تتدمر قدام عيوني. فلهيك خبريني شو بدك؟ يعني انت لوين بدك توصلي بالضبط؟ اذا ابوك تبرى منك، طيب عندك شي مكان تاني تروحي عليه غير هذا البيت؟ ليش ما عم بتحاولي تكوني جزء من هالعيلة؟ ما في شي من هالحكي خالتي. أنا خبرتها لشبانة إني أنا كنت مشوبة مبارح بالليل، ويعني مشان هيك حطيتها للفرشة على الأرض لحتى نام تحت المروحة، مثل لما بينام أخي أنور على السطح وقت بتكون مقطوعة الكهرباء. وزاهين خبرني إنه الكل بينام على السطح وقت يصير كتير شوب، ما عداكي أنتي، لأنه أنتي بتنامي بغرفتك لأنك ما بتقدري تتحملي البرغش. وأنا كمان ما بقدر نام أبداً بأي مكان غير بغرفتي، ومن اليوم وطالع وقت بتنقطع الكهرباء أنا رح صير إجي ونام عندك بالغرفة. بقدر أتحمل الشوب بس مو البرغش. بقدر روح كفي شغلي هلأ؟ أكيد، ليش لا؟